السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنكمل الحلقة بتاعت الحوارات الجميلة والسؤال الجميل اللي أحد الشباب سألوا لنا المرة اللي فاتت، وهي في قضية الصحبة وقضية إنه عايز يتخلص من أصحابه إزاي وكده. إن شاء الله قبل ما نسمع السؤال الأول يعني نرحب بضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم العنوس، ربنا يبارك فيك. كان الدكتور برضو معانا المرة اللي فاتت وتكلمنا سوا في معالجة قضية الصحبة. طيب عشان ما طولش عليكم نسمع السؤال تاني عشان نكمل الإجابة على سؤال السائل، فابقوا معنا. عندي شلة أصحاب للأسف محدش فيهم بيصلي، وبنسمع غياني وبنعكس بنات كتير وبنعمل حاجات كتير غلط، وانا عارف انها غلط ونفسي ابعد عنهم، لكن بصراحة بلاقي نفسي معاهم ونتكلم وننبسط ومش لاقي حد غيرهم، ومش عارف اعمل ايه علشان يكون ليا صحبة صالحة. قولولي اعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتوا السؤال بتاع صاحبنا دلوقتي، واتكلمنا المرة اللي فاتت يا دكتور إبراهيم على قضية موضوع الصحبة الصالحة. عايزين بقى نوجه الحوار النهاردة ازاي تخلص من الصحبة الفاسدة. يعني كتير من الشباب أصلا دلوقتي عنده صحاب زيه زي أي حد، هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، أنا شاب بحب ربنا سبحانه وتعالى وبتألم إن أنا بعمل معاصي وذنوب، بس أنا برضو بحب صحابي وبحب إن أنا يعني أسهر معاهم، ففي مشاكل كتير بسمعهم يغتابوا بسمعهم، وعشان أصلا أتواجد معاهم لازم أكون موجود معاهم على الكافيتيريا وعلى القهوة ونشرب شيشة وناخد وندي بشكل ودي، واخد بالك؟ فاحنا عايزين ايه نحل المشكلة دي، فعايزين نتحاول في الموضوع ده. فحضرتك ابتداء كده تنصح السائل ده بايه؟ تفضل. جزاكم الله خيرا. ولكن هو يعني احنا ما نقولوش ما تحبوش. تمام جميل. ما نقولوش ما تحبوش، حبه، والمؤمن بيحب من وجه ويبغض من وجه اخر. تمام. انا بحب فيه الطاعة اللي هو بيعملها، ما فيش شيطان كامل، وببغض فيه الايه المعصية، لكن وجودي معاه ومصاحبتي ليه يترتب عليها مفاسد لي انا. تمام. فلو احنا اول خطوة عايزين نعملها ان احنا نتخلص من صديق السوء، اول حاجة اللي هو السؤال، السؤال اللي جاي يسأل ان هو عايز يتخلص من الصحبة السيئة، ادراك الخطورة بتاعت الصديق السيء. يعني في خطورة علي انا من صاحب سيء، انا مالي، انا علاقتي بيه؟ زي ما قلنا ان انا بقتبس كل الصفات من الصديق، سواء كان صالح او كان فاسد. طب لو هو صديق سوء، بالتالي هيترتب عليه صحبتي ليه ان انا اتاثر بيه. فاول حاجه ان انا استشعر ان في خطوره لمصاحبتي منه، دي اول حاجه. تمام. يبقى هيترتب عليها ان انا عايز اتخلص منه. طالما انت عايز تتخلص، اول حاجه المكان، تغيير المكان. تمام. فاكر حضرتك لما ذكرت قصه في المره اللي فاتت اتكلمنا عن الرجل اللي قتل 100 نفس، والعالم قال له اذهب الى ارض كذا فان فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. تمام. تغيير المكان. انا اذكر ان كان في شاب بدا ان هو ربنا سبحانه وتعالى يبعده عن اصدقاء السوء، وتمام، لكنه مصر انه يروح يدعوه ويروح يكلمهم وهو لسه بادئ. فبالفعل راح لهم المكان اللي كانوا بيقعدوا فيه زمان، يشربوا فيه مخدرات ويعصوا ربنا فيه، فراح ما قدرش يتملك نفسه وفتن وبدا ان هو يشرب، وعقله راح وصوروه وهو في يعني اوضاع مش كويسه. بعد ما شرب جالي واحد من الصحبه دي قال لي عارف فلان؟ قلت له قال لي للاسف رجع لنا تاني. فكلامه الشاهد بيقول لي يوم ما جه وبدا يدخل المسجد ويصلي ويقرا قران، انا كنت نفسي اعمل زيه، فزعلت ان رجع لنا تاني، فعشان خاطر تعالى خده. ياه. تخيل. قلت له طيب انا هاجي وهنتكلم معاه ان شاء الله، لكن انت حاجه جميله، انت نفسك ليه ما تحاولش؟ يقول لي بسبب الصحبه، بسبب الناس اللي انا معاهم بيتريقوا عليا. يا عم الشيخ خدنا على جناحك، ده مجرد ان هو يصلي، اللهم زدنا من بركاتك، قال لا، مجرد ان هو بس بعد عن الدخان. فبدا ان هم ايه يتريقوا عليه، لا ده انا لازم اغير المكان واغير الصحبه دي، وبعد كده اخد كمان ان انا محتاج توبه، توبه من مصاحبه اهل السوء، محتاج ان انا اتوب وارجع لربنا. تعرف دكتور كمان ده يزود ايه؟ ان انا لما اتوب ان ده بيديني اشاره الى خطوره اللي انا كنت عليه ده، انا عايز اغير، فبيزود عندي العزيمه على التغيير. حاجه كمان الدعاء. الدعاء. الدعاء ادعوني استجب لكم، ان انا لوحدي وبقوتي ضعيف،
ألجأ إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ومدده جل وعلا، فألجأ لربنا وأعود أدعي ربنا كتير إن ربنا يخلصني من الصحبة السيئة. الكلام ده جميل قوي يا دكتور، ويفكرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ الكير. الرجل الصالح طول ما انت موجود جنبه عامل زي البرفان، لما بتيجي تسلم على واحد فاكيد اول ما بتيجي تسلم عليه وهو مثلا حاطط برفان او كده بيجي في ايدك فتيجي تشم ايدك حاجه جميله والله. كذلك الايه ما يبقى الانسان مع حد صالح لن تعدم منه فائده، لن تعدم منه دعوه صالحه، لن تعدم منه ان هو يدعي لك بظهر الغيب، يذكرك بربنا سبحانه وتعالى، يجدد عندك معنى ايماني معين انت مفتقده، تشوفه على وضع معين كويس فتقتدي به فتكون درجات ليك عند ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك العكس اللي هو الجليس السوء، طول ما انت قاعد معاه لن تعدم برضه ان هو بيغتاب فتتحمل معاه. وده يدينا معنى مهم جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كانوا قاعدين مع بعض، كان أبو بكر وعمر قاعدين، فكانوا في سرية من السرايا أو في غزوة من الغزوات، فشاف واحد يعني فبينام يعني أغفي إغفاء، فقام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال أظن هذا أنه نائم في بيت أبيه، وفكر هو نائم في بيت أبوه، فكان أبو بكر واقف ولم ينكر عليه. فعمر بن الخطاب بعت واحد يعني عشان يجيبوا الإدام الغموس بتاع الأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أخذتم الإدام، يعني بلغهم أنهم أخذوا الإدام. فاستغرب عمر واستغرب أبو بكر رضي الله عنه، احنا ما خدناش حاجة ومش لا أكل ولا شرب ولا في حاجة. راح عمر وراح أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أبو بكر وعمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين دخلوا عليه، قال إني أرى لحم أخيكما بين أسنانكما. سلم يا رب سلم. فاستغرب ليه؟ عشان الكلمة اللي عمر رضي الله عنه وأرضاه قالها وهو مثلا بيقولها. فقالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اذهبوا إلى أخيكما، يعني روحوا لأخوكم ويجعلوه يستغفر لكم. الشاهد هنا إيه؟ مع إن أبو بكر رضي الله عنه لم يقل شيء، تكلمش، ولكنه جلس في مكان في حاجه وقعت فيها معصيه، ولم ينكر ابو بكر رضي الله عنه، فاشتركوا في الاثم سواء، فتابوا الى الله سبحانه وتعالى ولجأوا الى هذا الشاب وبالفعل جعلوه يستغفر له. فاللي انا عايز اقوله ان الشاب ده طول ما انت موجود مع الصحبه الغير صالحه هتاخد منهم زي نافخ الكير بالظبط. قاعد بص انت ساعة مجرد ما تخش ورشة كده، مع احترامنا طبعا للورش والناس اللي شغالين فيها، بس ده واقع، ساعة ما بيدخل بتتعص منه اي حاجة، لازم يحصل لك اي حاجة منه. كذلك طول ما انت ماشي مع الصحبة مش كويس، يعني مثلا كان دايما مشاكل الشباب بيقول لي انا كويس جدا وابقى كويس وامشي كويس، بس يجي شاب قدامي يقول لي مثلا ده انا بكلم البنت فلان، اللي بيحصل دايركت لوحده انا عايز ابقى زيه. انا بعرف اكلم وانا ده كمان انا بقطع السمكه وغيرها، انا كمان عايز يبقى زيه. ليه؟ اقتدى بيه. نفس الكلام ونفس الرساله اللي حضرتك قلتها، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. انت على دين صاحبك ده كويس هتبقى كويس، صاحبك ده مش كويس هيبقى مش كويس. عايزين في اخر الحلقه دكتور بعد اذن حضرتك برضو تحدثنا بمختصر لقضية التخلص من الصحبة، ونبدأ ناخد خطوات بقى عملية مع الخطوات اللي هي الدعاء وإنك تبعد عن المكان، تديله نصيحة أخيرة تقولها له قبل ما نختم الحلقة دي. خير الكلام كلام ربي، قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام. دي بقولها لأن بعض الناس يقولك أنا مش لاقي لا صحبه صالحه، ان انا انتوا بتقولوا لي دور على صحبه صالحه، دي مشكله فعلا كبيره. انا بقول لك اهو والله بموعود الله سبحانه وتعالى، لو حققت التقوى والله سبحانه وتعالى راى منك الاقبال مش هيضيعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله ابدله، وفي روايه عوضه الله خيرا منه. بس انت ابدا وحاول وادخل المسجد ستجد فيه الصحبه الطيبه وانت يعني بتصلي. يعني انا ممكن الاقي في المسجد صحبه صالحه؟ اكيد طبعا. تمام. بافضل الاماكن اللي انت تدور فيها على الصحبه الصالحه هتلاقيهم في المسجد، هتلاقيهم في الصف الاول، هتلاقيهم في صلاه الفجر. موجودين، نقي لك منهم كده حد
ويكون مناسب ليك وخليه صديق بالنسبه لك. بس يا دكتور معلش حضرتك انت قلت في المسجد وفي كذا، ما انا بلاقي برضو ناس في المسجد شباب برضو بتاع بس مش كويسين. الصورة السيئة دي هل تخليني ابعد عن المسجد او ابعد عن، هل كل الصحبة اللي موجودة في المسجد بتبقى كده ولا دي مثلا حالات نادرة ولا لا 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 ابدا. المسجد هو بيئة ان انت هتجد فيها نفسك وتجد فيها قلبك وتجد فيها من الصالحين، ولكن قد تجد غيرهم، لكن انت طالما نيتك بتسعى للبحث عن صديق صالح ان شاء الله ستجده، وطالما ان انت عرفت ان الناس دي مش كويسين يعني عندك المعيار موجود فتقدر من خلاله تحكم. وبرضو نأكد في الاخر ان انت تلجأ الى الله سبحانه وتعالى مش هيخذلك ابدا. قبل ما نختم يا دكتور عايزين برضو نقول رسالة اكمل على كلام حضرتك في جزئية انك تدور، هسلم انه ملقاش، هسلم ان صاحبنا ده ملقاش صحبة. جميل. الحاجات الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها وسلم. كلمة جميلة ورائعة أنا بحبها جدا، لما كان بيقول في السفر اللهم أنت الصاحب في الله السفر. الله جميل، كلمة جميلة جدا. جميل. يعني لو ما لقيتش صاحب الله صاحبك، لو ما لقيتش صاحب خالص الله صاحبك. تفضفض مع ربنا سبحانه وتعالى، تأنس بربنا سبحانه وتعالى، تسأل تسأل ربنا سبحانه وتعالى، تقول مشاكلك لربنا سبحانه وتعالى، هو ده هي ده الطريق. فمعلش ما تجيبش اي حجه في انك تقول انا مش لاقي، ما لقيتش عندك ربنا سبحانه وتعالى لن تجد احسن منه صاحبا. ولن النبي كان بيقول اللهم انت عضدي، يعني انت سندي، يعني سنشد عضدك باخيك. أيوة. فاما النبي بقى يقول لربنا انت عضدي، يعني انت السند بتاعي. تمام. فده جميل. سندك ربنا سبحانه وتعالى مهما ضاقت بك ومهما يعني جهلت او معرفتش ان انت توصل لصحبه، فمعك ربك سبحانه وتعالى. فاسال الله سبحانه جميلة جدا. جزاك الله خير دكتور. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. والصراحه الحاجات ديت الواحد ما بيشبعش منها مع الدكتور ابراهيم، ربنا يبارك فيه يا رب وينفع صاحبنا. ويعني يا ريت نركز في الاجابات دي، وفي اسئله تانية كتير شباب بيسالوها جاوبنا والدكتور ابراهيم جاوب عليها. يا ريت تتابعوها وتتابعوا معنا الحلقات اللي جايه في اسئله اخرى. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.